ديالك مع مرض السرطان؟ مكتاش كان سميتو محسيتش بيه، كانت في واحد الونسيسه صغيره مكتشفتها على شحال عاد باش اكتشفتها، ما كنتعبش انا سرطان، بقيت خليتها شحال حتى خرجت لي على برا، عاد باش مشيت دوز درت التلفازه، من درت التلفازه قال لي راه عندك سرطان. شحال هادي انت وفيك هذا المرض؟ وراه تقريبا نقول لك شي 4 سنين واقيله بحال هكاك، 4 سنين بحال هكاك فيا. تبعتي العلاج عند الطبيب؟ اه تبعت العلاج عند الطبيب وقال لي راه عندك السرطان. دابا كتستافدي من الحصص ديال الشيمي؟ اه كندير الشيميا. وكيفاش تبدلات حياتك؟ عاودي لنا كيفاش تبدلات؟ آه شويه ملي كتحسي عندك هذاك المرض كتولي شويه النفسيه ديالك بحال كتمرض، كتولي مريضه فهمتي، بحال كتاثري كتمرضي ملي كتسمعي هذاك المرض. عندك وليدات؟ اه عندي وليدات اختي، عندي ولد وبنت، الدري عنده 21 عام والدري عنده 16 عام. كيفاش كديري في المصاريف ديال العلاج؟ ايوا اختي المصاريف امكانيات ما كايناش اختي، هذا دايره سميتو هذا كتبغي شي تحليله كتوحلي فيها، دابا كنمشي كنقول زعما الناس عطيوني شويه شويه نجمع باش ندير تحليله، اللي قلتي لي كيقول لك ما عنديش. هادشي علاش اختي. انت الزوج ديالك فاش خدام؟ خدام اختي خياط على قد الحال، راك عارفه الخياطه على قد الحال، مره كتكون الخدمه بعد مرات ما كتكونش الخدمه. وهاد التحاليل شحال قالوا لك؟ قالوا لي اختي 60. قلت لها زعما ما يمكن ليش نديرهم ليا لداخل، قالت لي اختي ما كاينينش لداخل، كون كاينين لداخل كون درناهم لك، قالت لي خصك ديرهم على برا باش يمشيو لك، ديرهم على برا حدا ميريزقو يمشيو لك لبرا ضروري، قالت لي خصك ديرهم، قلت لها ما عنديش هذاك النهار، قالت لي اختي ما عندي من ندير لك. والوضعيه ديالك دابا ملي مشيتي للطبيب وداك الشيء فين وصل يعني التطور ديال المرض؟ ملي درت الشيء ما داك الشيء شويه بعدا، شويه بعدا الونسيسه شويه بحدا بدات كتجمع وتنشف بعدا، بقاتش كما كانت بعدا. المعاناه ديالك مع الالم ديال الشيميو ماشي سهله بطبيعه؟ لا واعر الشيميو واعر صعيب، كيدير لك زعما كيبقى كيسد لك الشهيه ما كتبقايش في شكل، كتولي زعما فهمتي الشيمي واعر ماشي ساهل. كيفاش كديري انك كتنقلي من هنايا من تكملي حتى لبنوروشت؟ كاين مصاريف اضافيه كتسالي. ايه واش غدير اختي؟ الصبر وصافي ما عندك ما دير، شي اللي كندير كنمشي في الطوبيس، دابا كنمشي من هنا في الطاكسي ونمشي في الطوبيس، شي اللي كندير نضرب واحد المسافه على رجليا من 100 يحطني سميتو 143 ونزيد مسافه عاوتاني عاد باش نوصل لميريزكو، حيت ملي كديري الشيمي ضروري خاصك تركبي حيت الشيمي كيكون واعر. والحمد لله اختي اللي جات من هذا الله مرحبا بها، انسان يقول الحمد لله. يعني كتقولي بانك خليتي هذيك الوسيسه ما ديتيهاش فيها، يعني الادمان سبب لك في الصرا؟ راه انا نيت كان بحال قلت ما خاصنيش نخلي هذيك الساعه ملي شفتها صغيره خاصني نجري على راسي، خاصنيش نجلس، الواحد من الصحه هي عليها كل شيء، بنادم ما يشوف الحاجه خصو يمشي يجري دغيا، ولكن انا ترخيت فيها. الاطباء نيت قالوا لي قال لي تشوفي الحاجه خص الواحد يمشي يجري ماشي يبرك، قال لي كل شيء على الصحه، وفعلا راه كلامهم صحيح. ندمتي ملي انا؟ اه ندمت والله حتى ندمت، ندمت بزاف، قلت هذيك الساعه ملي شتا نمشي. شنو هو النداء ديالك؟ هو النداء اختي كنطلب هاد التحليله والناس يوقفوا معايا اختي، الله يرحم الوالدين، هادشي اللي كنطلب اختي، كنطلب انا الصحه، هادشي اللي كنطلب. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.